ازيكم حبايب قلب جيجي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده انا رحت الصبح، رحت المذبح. كان عندي يعني طلبيه كده، كانت ناس عندها عزومه وكده، فجايبه بقى يعني دي حاجات مطلوبه مني. جبتها وجيت هنا عند ماما علشان هنضفها، عشان الناس هتيجي تاخدها وتستلمها من هنا من عند ماما. تعالوا بقى اقول لكم على الاسعار، وان شاء الله هنزل لكم الفيديو بتاع المذبح عشان تشوفوا كمان وتبقوا عارفين المكان والعنوان. احنا هنا عند ماما اهو. ازيك يا ماما، عامله ايه؟ الحمد لله يا حبيبتي، انت عامله ايه؟ الحمد لله. ازيكم حبايب قلبنا، عاملين ايه؟ ربنا معاكم. معلش انتوا وحشيني قوي. بصوا بقى حبايب قلبي، ده ايه؟ دي طلبيه جايه لانجي، فجايه توضبها هنا عشان الناس جايه تستلمها من هنا. الناس عامله عزومه كبيره، فقالت لي يا ماما انت طبعا اللي بتعرفي في الحاجات ديت، انا قلت لها عليها تجيبها لنا. ده كارع اللي هو الكبير العجالي. تعالوا بقى اقول لكم الاسعار. الاسعار ايه؟ بصي اللهم صل على النبي، بسم الله الرحمن الرحيم، بالهنا والشفا ان شاء الله للي هياكلوه اهو. ان شاء بصوا ده الله. امامي، بصوا صلاه النبي عليه اهو. بصي الكارع الكبير ده طبعا ودي بقى زي الفل اهو. عشان الشتاء كمان، يعني الكوارع عشان الشتاء. طبعا جيجي مش هتديهولهم كده، هتقطعوا وتنضفوا وتحطوا في طبق في النار وتنضفوا لهم. وبيتغسل بالليمون والبرتقان. البرتقان الايام دي كتير، ده ما هيدعك بالبرتقان جامد. بصوا بقى ان شاء الله نبقى نعمل لكم فيديو تنظيف الكوارع. بس انا عايزه بقى اقول لكم على الاسعار والحاجه اللي انا جبتها. بصوا الكارع ده، الكارع ده اللي هو العجالي، ماشي؟ طب اعرف ازاي العجالي من البقري؟ هقول لكم. بصوا شايفين النخاع من جوه كده اهو، ابيض لونه ابيض. لما بيبقى لونه اصفر يبقى النخاع جاموسي. يبقى لا بيبقى بقري. جاموسي وبقري. بقري. البقري بيبقى من جوه النخاع لونه اصفر. انما ده عجالي، ده ده عجي. عجالي، ده عجالي. بصوا الابيض بتاعه وبيبقى كبير، وده امامي. ده من هناك، من بسم الله الرحمن الرحيم اهو، من هناك من المذبح. من المذبح. ده خدناه من هناك ب 90 جنيه، تمام اهو زي ما انتم شايفين كده اهو. جبنه كمان عامل لها اكراميه، ده انت لما تجيبي من الجزار ده بتجيب 120 و150 كمان عشان الدنيا شتا، تمام. بصوا بصوا اللهم بصوا صل لونه، على بصي كمان تعرفي اللون بينك ازاي؟ بتبقى دي لونها انا غامق كده عشان اسود. الناس اللي طالبين الطلبيه ناس غاليين على قلبي. بصي عشان تعرفي كمان الكارع حلو، اما تيجي تجيبي الكارع الحته اللي عند الضفر النهارده دي، يا حبيبتي اول دقيق اول يوم. بصوا الحته اللي عند الضفر دي لازم تبقى لونها كده معاكي بينك. لو لونها بنفسجي او لونها اسود تبقى مش حلوه، يبقى بايت وهيبقى مش حلو معاكي، هيزفر معاكي الشوربه، تمام؟ مهما تغسليه مش هيبقى حلو، لازم تختاري لونه كده احمر. وده وفي ناس بتصبغ وتحط الوان، انما ده معلوش الوان، ده طبيعي اهو. بصي طبيعي، تمام. تعالوا نشوف بقى جايبين ايه. بسم الله الرحمن الرحيم. بصي ده، ده كده ايه؟ واحد اهو، ده كده كده، والتاني اهو زيه. فين يا ماما؟ اللهم صل على النبي اهو. اخوه برضه ده نفس العجل، والاثنين الاماميين انا خدت الاثنين الاماميين اهم، تمام اهو. بصي ده اخوه اهو زيه. بصي لونه عامل ازاي؟ زيه هو هو، تمام. هي بقى جيجي جايبه لنفسها ايه؟ كارعين ايه؟ بتلو. بتلو عشان ايه؟ البتلو بيبقى خفيف، يعني عشان ايه؟ لو هعمل البتلو ده بقى ينفعك في ايه؟ هقول لك. البتلو ده برضو بيبقى النخاع من جوه بتاعه ابيض، ما بيبقاش النخاع لونه اصفر اهو. بصي النخاع برضو من جوه لونه ابيض، بيخلي الشوربه بيضه مش صفرة. بنعمله بقى، ممكن تعمليه بقى في الطاجن لو هتعملي ورق عنب من تحت، ممكن في الكرنب. ما بياخدش سوى، يا دوبك بيشم النار بيستوي بسرعه. كل البتلو كده ما بيشدش معاكي، ما بيقعدش على النار. يعني ممكن تعمليه كده اهو زي ما بقول لك كده في طاجن، تعمليه زي العكاوي ببصل قورمة وبتاع وتحطيه في الفرن. ممكن تسلقيه، بس شوربته خفيفه، الشوربه بتاعته بتبقى خفيفه. لا والله في الشتاء برضه بتبقى. طيب ده كان سعره كام؟ ده ب 35، الاثنين ب 70، تمام. وهو بصي صبح برضو معايا وزي الفل اهو. اللهم صل على النبي. بصوا برضو الطلب في الطلبيه ان برضو راس، دي راس بتلو، ماشي؟ دي راس بتلو، عجل بتلو، تمام. دي برضو سعرها ب 90 جنيه، تمام. دي الواحده ب 90 جنيه. تعالي بقى ماما وريهم كده الرز. بسم الله الرحمن الرحيم. بصوا صلاه النبي احسن، دي جواها اللسان بتاعها اهو. دي طبعا اهي هي بس هي بتبقى سعرها 90 من غير المخ. من غير لو بالمخ بتبقى ب 150 جنيه، عشان تبقي عارفه، عشان مخها بيبقى كبير شويه عن الضان. دي بقى طبعا هتوضبها جيجي وهتقطع لهم صغير وتطلع لهم اللسان بحاله وهتحطها لهم في كيس، او لو عايزينها بحالها وبرده بتتغسل بالبرتقان او لو عايزينها بحالها هتغسلها لهم وهت ايه وهتنضفها لهم. بصي بقى بيبقى في بقى ايه شعر كده بيتنضف، كل ده والحاجات دي كلها بتتكحد كده اهو. والودان كمان اهي، بصوا هي جايه، بصوا مقفله خالص. بصوا
كل ده طبعا بيتشال وبيتنضف، وبعدين حمرا لسه مذبوحه، اللهم صل على النبي لسه جايه دلوقتي. بصوا زي الفل اهي صبحه. وده برده بيتغسل وبيتعمل، ممكن تشيل اللسان لوحده، ممكن يبقى جواها. في ناس بتسلقها وبتقطعها بقى مسلوقه، بتبقى متقطعه مسلوقه بتبقى جميله. او بعد ما بتسلقها بتقطعها طرنشات وتحمرها مع الحلويات، برده بتبقى جميله قوي. يعني دي برده انا قلت اقول لكم ايه على الاسعار والحاجه. تمام اهي، بصوا حطيناها كده معاهم في الطبق. تعالوا بقى نوريكم هنا بقى، عشان ده لوحده وده لوحده. بصوا هنا اهو، دي فشه اهي، بصوا الفشه دي فشه برضو ايه عجالي اهي. بصي لسه صبحه اهي، ما فيهاش ميه. بصي ما فيهاش ميه، مش منفوخه. بصي بصي اهي، بتبان ان ما فيهاش ميه ازاي اهي. بصوا صلاه النبي احسن لما صلى على النبي اهي. بصوا اهي، لا دي اللي هي الايه العجالي. العجالي ماشي. دي الزور بتاعها، الكيلو منها بالزور ب 35 اهي، ب 35 ماشي. ومن غير الزور، انا جايبه من غير زور ب 40، النص ب 20. يعني لو انت بصوا بقى الكرشه هناك، دي كرشه اللي هي العجالي برده ماشي. وفي كرشه هناك بقري، الكرشه الكيلو ب 20 جنيه هناك في المذبح. هو بقى لو انت عايزه ينضفها لك بينضفها لك، هما بينضفها لك وبتراضيهم. بصي هو كحتها لي كده اهو في الميه السخنه، ما عليهاش اي اضافات. في ناس بتحط عليها حاجات، دي ما عليهاش حاجه خالص، دي متنضفه بميه سخنه بس. تمام، ما فيهاش اي حاجه. في ناس بتحط عليها بطاس، وناس بتحط عليها كلور والكلام ده كله، لا بتبقى بتحس ان هي مزنفلطه في ايدك. انما دي بصي تعرفيها ازاي ان هي فيها بطاس او كلور، اما تيجي تمسكيها تحسي كده ان هي مزفلطه في ايدك. في كمان اللي بتحسي كمان انها مزفلطه وهي سودا كده، ما تكون بايته. دي لسه صبحه، نعم. لسه جايه فراح كحتها على طول على طول على طول. دي اللي مش متنضفه اهي، بصي بصوا دي كمان. اللي هي دول 2 كيلو ب 40. تمام، هو كحتها طبعا لسه هتتغسل وتتحط عليها برتقان وليمون وكل حاجه، وتبقى زي القشطه اكتر من كده. بس عشان الكحت بقى انتوا عارفين ايه، الواحد ايده ما بقتش زي الاول. تمام، بتراضيهم بقى تديله 10 جنيه ولا حاجه على ال 2 كيلو دول. بصوا في كرشه برده، دي بتلو، البتلو والضاني، اي واحده ب 10 جنيه اهي عندهم. تمام اهي، بصوا دي الكرشه بتلو او ضاني، اي واحده ب 10 جنيه برده. دي بتبقى حلوه قوي، تتنضف وتتسلق زي ما هي، ما تقطعهاش وتطلعيها تقطعيها وتعمليها مع الحلويات، بتبقى حلوه برده قوي. وسعرها مش غالي، يعني الواحده ب 10 جنيه اهم. دول ثلاثه جبناهم ب 30. خليهم هنا، خليهم هنا، خليهم هنا، لا خليهم هنا علشان الايه. بصوا بقى ده طحال اهو، طحال عجالي اهو. بصوا صلاه النبي اهو كبيره اهو. بصي بصي معايا كبير ازاي اهو، ده ب 50، خدته ب 50. طبعا هو بقى بره بقى ب 90 وب 80، انا خدته ب 50. تمام، بصوا بقى في هنا كمان في فشه ضاني، دي لما تلاقيها كده الجزئين على بعض كامله، الزور ده بنعمله بقى مع الكبده ومع القلب والكلاوي، ده بقى بنعمله كده مع بعض، بيبقى بتقطعيه برده بيتنضف وبيتغسل، والزور ده بيتفتح ويتنقع برده في بالمقص ويتقطع وملح وشويه كل خل. كل دي فشه ضاني. دي بصوا دي ب 20، اللي هي ايه اللي فيها الاثنين على بعض دي. انما لو انت قطعه منها كده بيتباع، دي ب 10. لو مقطوعه كده ومقشوطه دي ب 10 ماشي. ودي يعني انا الكامله ب 20 ودي ب 10. تمام اهو، في ايه كده انت خلصتي بقى. استني بقى كده بقى، هنا ايه ده بومبار عجالي، وده بومبار عجالي، وده بومبار ضاني. وريهم بقى الممبار العجالي بقى اللي انت جايباه ده. بصوا الممبار العجالي ده هو قلبهولي، هو المفروض ان هو ايه، بصي هو قلبه عشان كحته هناك شويه قبل انت ما هنا تنضفي تاني اهو. وبصوا ما فيهوش ميه خالص ازاي اهو. بصي قلبه طبعا وكحته، ده مكحوت بس طبعا ايه هنعيد عليه تاني، بس هو كحتهولي وبرده رضيته. يعني هما بيعملوا الحاجات دي هناك اهو، ده كيلو وكيلو، ده كيلو لوحده وكيلو لوحده اهو زي ما انتم شايفين كده. وده بقى ده الكيلو بكام؟ ده الكيلو ب 40، الممبار ده الكيلو ب 40 عندهم، عشان هي الطلبيه المطلوبه منها ان البومبار يروح لها كمان مسلوق ومحشي ومسلوق أهو. بس ده كل الحاجات دي نيه، فهي جايبه بس الحاجات دي بنفسها. الحاجات البلدي، في طبعا الممبار الصيني والحاجات دي احنا مالناش دعوه بيها. بصوا بقى في هنا كمان الممبار اللي هو الايه الضاني ده اهو. بصوا ده الممبار بقى الضاني اللي هو بيبقى فيه الدهون كده، برده ده بيبقى طعمه حلو قوي، بيبقى جميل وزي العسل. ده الكيلو برده ب 40، ده ب 40 وده ب 40. ده بصوا ده هيتنضف ازاي بقى، اوريهم ثانيه بس كده يا جيجي.
خليكي واقفه معايا. اللهم صل على سيدنا محمد من اوله يا بنتي من اخره يا بنتي. استني بصي اهو، هو من اوله اهو، ده من اول الفم، ده من اول الفم. سيبك بقى من الحته التخينه عشان ما تقوليش ايه انا هنضف ازاي لو ما فيهوش حته تخينه. انتي طلعي لي يا بنتي، اقطعي وخلاص، اقطعي وخلاص، مش ضروري من اولها لاخرها، اقطعي وخلاص. اهي بصوا اهي، شوفي شوفي قد ايه. بصي دي بقى المؤاخذه كده هتدخليها جوه الحنفيه الاول وهنزلها عليها ميه. بعد كده اهوت بعد ما ندخلها جوه الحنفيه هحط هنا بقى جوه ايه، خل وبرتقان وليمون وكربوناتو، خل وليمون وكربوناتو هحطه فين؟ هحطه جوه هنا واسيبها واملاها قوي وافضل ارج 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 وافضل بقى بالميه عليها خل تاني، هيبقى انضف من اللي انت مكحتاه، لان الضاني مش زي العجال. الضاني بصي حتى في ايديا ما بقلبه، بصي بصي في ايديا، بصي نضيف ازاي برضو، بصي اهو الضاني مش زي العجالي. ده تنظيفه برضو ما تقوليش صعب، ده تنظيفه جميل جدا 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 جدا. وبالف انا والشفا اللي رايح له. بس دي كده كانت المشتريات بتاعتنا اهي زي ما انتم شايفين كده. انا قلت ايه اشارككم بالفيديو ده عشان تبقوا ايه، تبقوا شفتوا كده الحاجه اللي انا جبتها. وان شاء الله جيجي جايبه العزومه عليا هنا وجايه تنضفها هنا. دايما مفتوح بحسك يا ماما، ربنا يديك الصحه والعافيه، يرحم ابوكوا يا رب. اللهم امين يا رب العالمين، اللي رحم يا رب، يا رب يديك الصحه وما اجيب لهمش حاجه وحشه السامعين يا رب العالمين. اللهم امين. فلو الفيديو بقى عجبكم يا ريت ما تبخلوش علينا باللايك عشان يوصل لناس كتير وتستفيد بس منه. صور لهم المذبح بقى عشان ان شاء الله باذن الله هنزل لكم برده فيديو المذبح باذن الله علشان برده تعرفوا المكان وتعرفوا الاسعار اكتر واكتر من بقهم هم اكتر. تمام، ويا رب النهارده الفيديو بتاعي يكون عجبكم ويكون خفيف على قلبكم. وان شاء الله باذن الله اشوفكم في فيديو جديد من مطبخ جيجي على قد ايدي. وباي باي حبايب قلب جيجي.